عاصفة الوثائق السرية المسربة لم تهدأ بعد، وأصداؤها لا تزال تصدح في العديد من بقاع العالم. وبعيدا عن الجدال المثار حول كيفية التسريب، فإن النقاش يدور أيضا حول احتمالية أن يكون التسريب مجرد مناورة في إطار ما يسمى بحرب المعلومات. في آخر ردود الفعل على هذه التسريبات، اعتبرت موسكو أن الوثائق الأمريكية المسربة قد تدخل ضمن حملة تضليل من جانب الولايات المتحدة بهدف خداع روسيا. وعلق نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف على الموضوع قائلا إن التسريب قد يكون مزيفا ومتعمدا من جانب واشنطن. من جهته قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن روسيا لا تعرف في هذه المرحلة مدى صحة هذه الوثائق. كييف بدورها حاولت عدم إعارة اهتمام كبير لهذه الوثائق، حيث صرح وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزينيكوف أن الوثائق المسربة ما هي إلا مزيج من الصدق والكذب على حد قوله، لافتا إلى أنها صبت لمصلحة روسيا وحلفائها. كما نفى ريزينيكوف صحة وجود قوات من حلف الناتو في أوكرانيا كما أشارت إلى ذلك الوثائق. بدورها اعترضت وزارة الدفاع البريطانية على دقة المعلومات الواردة في الوثائق المسربة، بعدما أشارت إحداها إلى أن نحو 50 من أفراد القوات الخاصة البريطانية متواجدة حاليا في أوكرانيا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.